السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج نادي للطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم براوني اللي غنحتاجوا فيها المقادير التالية. غنحتاج 250 غرام ديال الشوكولات نواغ اللي 73% كاكاو، غنحتاج 200 غرام زبدة، 200 غرام سنيدة، 110 بودر كاكاو، 150 غرام فورس، نحتاج 100 غرام قرقاع، 4 البيضات، 2 خمارات وشويه الملح. غنمشيو دابا لطريقه التحضير. غندير الزبده والشوكولاته في الماء، من بعد ما دارت الشوكولاته والزبده نضيف فيه السنيده، انا بالنسبه للفورس والبودر كاكاو غربلتهم، غنبدا نضيف بشويه تكمل ندخل كاع الطحين، الخميرة هنا، من بعد غنبدا ندير بيضة بيضة، راوني من بعد ما خرجتها من الفرن قطعتها مرصوات، نص درتها سكر كلاصي ونص حطيت فيه قرقاعه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.